والله الحمد لله قبل كل شيء، ونشكر معنا بالحق معنا الشعب التونسي على خاطر بالحق لقيت برشا دعم وبالرسمي معنا دز معايا برشا، حبينا نوصل لبعيد معنا في الترنوا هذي. الحاجة الباهية فرحناهم امبارح معنا ما خسرناش في اليديو ماتش، الحمد لله معنا نكملوا نخدموا على رواحنا وان شاء الله جاي خير ان شاء الله. الطبيعة كيما ني كيما دحمام كيما معز نفرحوا لبعضنا معنا الاولاد الكل، وهذاك علاش معنا قاعدين معنا نعمل في مقابلات باهية اللي يكور الاولاد اللي معاه معنا ديما يدعم وديما يدز، وان شاء الله ربي معنا ان شاء الله خدم بالطبيعة يوريها لي. اي بون لعبنا ماتش كبير كونتر كرواتيا، عملنا ايفور كبير، ما وفقناش ربي باش نربحوا باش نفرحوا الناس، مو على الاقل نوصلوا الفينال. دونك هذيك احكام الكره تعرف انت البينالتيات. دونك الماتش لعبناه كونتر نيوزيلندا ما كناش معنا في المستوى، مي ديزيميتون ابليكينا اكثر وكنا خير ورجعنا في المقابله كما يلزم. كونك كي تبدا تخدم وتبدا مركز على لي كومبيتيسيون هذوما اللي جاوك مثلا انترناسيونال، دونك لازمك تكون مركز في لي ديتاي الكل، تعرف انت لو نيفو اللي تريو نيفو ما موش بسهل باش تلعب فيه، لازم تكون منضبط في كل شيء. الحمد لله اليوم ورينا وجه مشرف انه عملنا رياكسيون بعد الكوب دا سيرتو بعد الكوب دافريك، وان شاء الله نكملوا في نوريان سيري اثر من بعد كارون تويتر تلقى روحك مثلا تكور في ماتش وبرشا فيزيك. دونك الحاجه اللي باهي اللي كونوا احنا ربحنا وخرجنا ديما ما خرجناش معناها من غير حاجه. هاي اليوم ديما نعاود نقول لك اللي ورينا وجه مشرف وعملنا رياكسيون بعد الكوب دافريك.